السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. زي ما اتفقنا مع بعض إن شاء الله إن كل الفيديوهات بتاعتنا عملية وكل العلاجات عملية، مش كلام نظري. ده إن شاء الله في الفيديو ده نتيجة علاج التهاب الرحم، التهاب الضرع في الماعز بعد الولادة. بعد الولادة مباشرة ممكن بتصاب الضرع، ممكن يجيله حالة من حالات الالتهاب. بس طالما بعيد عن الصديد، ما تكونش صديد في اللبن، اللبن نازل طبيعي. الورم بيكون عبارة عن الضرع نفسه بتلاقيه تخين ملحم كتلة لحمية. اللي عاوز يشوف الضرع لما كان قبل اول ما في بداية العلاج يرجع لفيديو التهاب الضرع في الاغنام. شوف، لاحظ معايا باين الملمس اهي، جلد طبيعي مفيش فيه اي مشكله، مفيش اي تخانه، مفيش اي حاجه. في الاول العلاج كانت الجزء اللي فيه الكيس اللبن كان صغير خالص، كان حوالي 2 سم 3 سم كده. ارجع الفيديو وهتشوف الفرق. شوف حاليا دلوقتي ما شاء الله الضرع تمام، الكيس اللبن ما شاء الله زي ما انت شايف اللبن اهو، اللبن ما شاء الله عليه. وزي ما قلنا اهم حاجه اللبن موجود طبيعي، مفيش فيه اي مشكله، لونه طبيعي ابيض مفيش فيه اي مشكله. والملمس زي ما انت شايف كيس اللبن رجع طبيعي، مفيش فيه اي لحميه، مفيش اي تخانه. وملمس الضرع الحمد لله طري، كله بقى طري اهو. طبعا العلاج اللي استخدمناه احنا ذكرناه في الفيديو اللي فات، فيديو التهاب الضرع. طبعا الضرع الثاني اهوت، الناحيه الثانيه ما شاء الله نفس النظام، مفيش فيها اي مشكله الحمد لله، خفت. في بس جزء هنا ما بين الضرع، انا الملمس انا حاسس بيه هنا اهو، اهو الجزء، لاحظ الجزء ده اللي عامله زي السلمه دي، دي لسه هو طبعا كانت نازله لغايه هنا، بدات ترفع والحمد لله، والجلد رجع للمقاس الطبيعي. بس ان شاء الله لسه في النهارده تاخد الابره الرابعه ان شاء الله وهتجيب نتيجه. انا حقنتها 3 ايام، حقنتها 3 ايام. ايه هو العلاج اللي استخدمناه؟ هنعيد الكلام تاني، استخدمنا بنسلين اديتها 4 سم 3 ايام، والنهارده الرابع ان شاء الله هتاخده. واستخدمت مع البنسلين اللي ما ذكرتهوش في الفيديو المره اللي فاتت، استخدمت، نسيت اذكره المره اللي فاتت، استخدمنا الديكلوفين. الديكلوفين اللي هو عباره عن ده اسمه ديفلام، الماده الفعاله ديكلوفين. ديكلوفين طبعا بيستخدم في حالات التهاب الضرع برضك، زي ما انت شايف اهو بيستخدم في حالات التهاب الضرع. فاستخدمته مع البنسلين 4 سم بنسلين و2 سم ديفلام او ديكلوفين، المادة الفعالة ديكلوفين. الحمد لله النتيجة ممتازة ولله الحمد. وزي ما بنقول العلاج في بدايته بيكون سهل جدا، لكن كل ما اتأخر طبعا زائد طبعا مع البنسلين والديكلوفين، مع البنسلين والديكلوفين انا استخدمنا الدهان، ما تنساش الدهان ده اهم حاجة، دهان مرهم اليود، مرهم اليود وريته لكم المرة اللي فاتت. لحظة واحدة هنجيبه عشان اللي ما اتفرجش على الفيديو الثاني اتفرج يعرف العلاج من خلال الفيديو ده. ده الدواء اللي استخدمناه، ميجا ماست، عباره عن مرهم يود ومعاه مجموعه عناصر ثانيه، مجموعه مركبات ثانيه بس من ضمنها اليود. ده مرهم التهاب الضرع، مرهم اسود، مرهم مخصوص. شوف رسم لك الضرع اهوت عليه، ومرهم للضرع، مرهم دهان للضرع. ده بتدهن منه الضرع كويس وبتدلك عليها كويس تمام، بالضرع بالكامل فوق وتحت. ده دهنت منه مرتين او ثلاثه تقريبا مع البنسلين والديكلوفين، الحمد لله ولله الحمد. ثلاث ايام الضرع رجع زي ما كان سليم 100% الحمد لله. وبنرجع نقول فيديوهاتنا ان شاء الله كلها فيديوهات عمليه، نتابع مع بعضينا. واللي عاوز يشوف الحاله هتبان الحاله، ارجع للفيديو، ارجع للفيديو اللي نزلناه الاول اللي هو التهاب الضرع، هتشوف الحاله كان الضرع ده كان شكله ايه. الفرق واضح 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 من خلال صور غير ما تلمس حتى، واضح. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.